عدد المواطنين السودانيين المقيمين في مصر بيوصل لحوالي 4 مليون مواطن سوداني. مع ازدياد حدة الأزمة وازدياد الصراع في الأراضي السودانية، بدأت أعداد كبيرة في النزوح من السودان لمصر من خلال معبر أرخيم. تعالوا ننزل الشارع ناخد جولة ونتكلم مع بعض الأهالي اللي لسه واصلة من السودان حديثا للأراضي المصرية، نعرف رحلتهم كانت عاملة ازاي. الجزيرة توجهت إلى شرق السودان، بور السودان، يعني على أساس أنه كان ممكن الواحد يطلع عن طريق المطار وكذا. وصلنا لقينا المطار مسحوم بالأجانب اللي تم إخلاؤهم، وحصر المطار على الأجانب فقط. في كان خط بتاع نقل بري عن طريق بور السودان القاهرة، اللي هي في بصات كان بتنقل أصلا كانت خط موجودة، يعني خط موجود، فاستغلينا هذا الخط. يعني هو بيتجه من بور السودان إلى منطقة الدنقلة في شمال السودان، من شرق السودان إلى شمال السودان، ومن هنا من دنقلة إلى أرجين. ارتكازات كانت في ولاية الجزيرة اللي هنجد عابر بها، وكان فيها صراع وكذا، لكن في شرق السودان كان مسيطر الجيش أكثر. أنا أخذت يومين في المعبر، اللي هي اليومين ديل كان في إجراء في الجانب السوداني اللي هو زي ختم بتاع الخروج من السودان، وبتعبر بعدها بتمشي تدفع الرسوم في معبر أرجين الجانب المصري. ومن أرجين بعد ما تخش الجانب المصري بيكون في برضو تأشيرة، مش تأشيرة للناس اللي عمارهم أقل من 50 سنة. النساء كانوا مستثنيات من الإجراء ده، وكان بس بتاخد ختم بتاع دخول مصر. يعني والختم ده يعني بس لأنه كان في زحام عالي جدا، يعني المعبر ما كان مصمم لأنه يستقبل الأعداد الهائلة دي من الناس. يعني أنا كان بتكلم عن أنه حوالي 340 حافلة كانت بتخش في زمن واحد، يعني اللي معبر مصمم على أساس أنه هو يستقبل في استقباله التبادل ما يفوت العشرين عربة. يعني من هناك يعني الطلوع صعب جدا، يعني طلوع صعب جدا لأنه أنت ممكن تتعرض في الشارع للنهب، ممكن تتعرض لمشاكل كثيرة، ممكن تتعرض للقصف، ممكن تتعرض لحاجة كثيرة جدا. معبر المصري الأمور اختلفت تماما، يعني في راحة، الناس حست بأنه هي ارتاحت، الناس حست بالأمان، الناس حست في وجود بتحرس الحدود المصري هناك، يعني الناس حست بعوب الأمان. في لقينا الاستقبال من الإخوة المصريين اللي هم متطوعين في الهلال الأحمر. كان في حفاوة بجد، يعني كان في حفاوة من المصريين بالسودانيين القادمين، يعني وكانوا متأثرين ومزعجين جدا للحالة اللي وصل لها السودان. يعني السوداني من الأحد، يعني وصلنا نحن منطقة اسمها غندهار دي فيها الباصات، نسافر منها لبر للقاهرة. هنا وصلنا الساعة 6:30 وقطعنا التذكرة لأن كان في مشكلة الباصات، ما كان في باصات جاي من الدنقل وما جات، فقعدنا انتظرنا كده لحد الساعة 2 بس تحرك. ويعني كان كمية كبيرة جدا من الناس، زحمة خرافية عشان نقدر نقطع التذكرة وكده. فجيت أنا وأمي وبناتي، أنا خفت على أمي شديد، أنا كان صوت الضرب ده كان بالنسبة لها مزعج شيء جدا، فخفت عليها تلقاني هي العصب ولا حاجة، فقلت أحسن أطلع. بس فقررنا نطلع، يوم السبت ده كان في ضرب شديد في خرطوم بالذات وفي الصافي منطقتنا بالذات، يعني حتى عشان بابنا ثلاثة دانات وقعت مع بعض، فكانت حكاية خطر شديد. فخفت على بناتي وخفت على أمي، فقررت بالليل لكن أنا حامشي مصر. قلني من السبت ده ضرب النار كان شديد، إحنا كنا بالذات في حي أنا ما كان فيه الأيام فاتت كلها، لكن يوم السبت تاني يوم في العيد كان ضرب النار شديد. يعني إن إحنا قلتك بيتنا يعني تهز قزاز بيتنا حق الفوق تتكسر، هز شديد لما هز أرضية. فقررنا إحنا ما حنقعد نهائي، لازم نطلع وخلينا ولا يا أخوان هنا زوجي خليته هناك. فالناس أي ناس وزعوا على مناطق مختلفة، في ناس مشوا بأثيوبيا، في ناس مشوا ببرسودان، في ناس مشوا بالبر حق مصر. يوم هو يوم الأربع 5 صباحا وصلنا، يعني أخذنا باقي الأربع هنا، وقمنا يوم الأحد كان موافق كمان للعيد، ثالث يوم في العيد قمنا من السودان.
في الطريق ماشيين يعني لقينا كذا ارتكاز. من لحظة الضرب نحن يعني راكدين في الأرض، يعني ما لحقنا ذات نشوف حاجة، بس نسمع بس صوت ضرب، يعني تهدى شوية يعني ندخل المطبخ أعمل حاجة للعيال، أرجع تاني نسمع صوت تاني ننزل على الأرض، شفناش حاجة يعني. نحن أصلاً عندنا جنبنا في يعني شارعين مننا معسكر بتاع دعم سريع، هو دل 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 المشكلة الحقيقية اللي واجهتنا في مربعنا، يعني مربع ستة عموماً، إنه كان في ضرب شديد بالطيران، يعني إحنا متحركين في الشارع عادي بسلاحهم كده يعني. من تاني يوم من الضرب نحن طلعنا من البيت، مشينا عند صاحب زوجي، قعدنا معاهم حكاية بتاعت 4 أيام أو الأيام الأخيرة في رمضان، خلاص يعني الأكل بدأ يتعدم، كهرباء ما في، موية ما في، أيوة الضرب كان جنبهم قليل، لكن كان في مشكلة بتاع إنه يعني حنقعد كيف باقي الأيام عشان إنه نقدر نأكل العيال ونشربهم يعني كده. إحنا طلعنا في عربية صغيرة، هي دي العربية الوحيدة اللي كانت متاحة لأنه هي الوحيدة اللي فيها بنزين، كان في عدم وقود طبعا. ما طلعنا بالشوارع الرئيسية لأنه زي ما بقول يعني بيكونوا فيها ارتكازات تاعت دعم سريع، فاضطرينا طلعنا بالحلة على بال ما وصلنا للشارع الرئيسي شوية، إنه فيه حركة وفيه شوية الناس متحركة وفيه بغالات فاتحة عشان نقدر ناخد العيال موية على الأقل يعني. وصلنا أسوان، الأطفال كانوا تعبانين شديد، معظمهم كانوا عيانين، فأصحابنا المعانا بقوا يفتشوا في غرف عشان ينزلوا فيها الأسر يرتاحوا شوية ساعة ساعتين على بال موعد القطر، لغاية ما جاء زمن الرحلة بتاعت القطر وركبنا على القطر.